إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم راشد ويب كما العادة. شكرا على التفاعلات ديالكم، على لي كومونتير ديالكم، على لي جيم ديالكم، على لي بارتاج ديالكم. قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيت نقول لكم هذا الفيديو شوية سبيسيال اليوم، حيت غادي نهضر لكم على الشروط باش تدخل المغرب في الصيف ان شاء الله. هذا السوجي شفت عليه بزاف ديال لي فيديو، بزاف ديال المواضيع، ولكن راشد ويب دار لكم واحد لونكيت باش يتاكد من هاد لي زانفورماسيون، وغادي نهضر لكم نيت على هذوك لي زانفورماسيون ان شاء الله. دونك خليكم معنا الاخوان حتى لا فان ديال لا فيديو باش تفهموا كل شيء. قبل ما نبدا لونكيت ديالنا ان شاء الله، غادي نهضر لكم على الشروط اللي تيهضروا عليهم في اليوتيوب وفي الجرائد الالكترونيه. دوك الشروط هي شروط ضروريه من اجل السماح للمسافرين انهم يدوزوا للمغرب ان شاء الله. دونك اولا تيقول لك اسيدي ضروري تقدم واحد الوثيقه كتثبت انك ما فيكش كوفيد 19، يعني ما مريضش، يعني خاصك تمشي دير لي زاناليز قبل ما تسافر. وهذا الشيء هذا غنشرحوا لكم من بعد، بقوا معايا في هذا الفيديو باش تعرفوا امتى خاصكم تمشيو ديروا لي زاناليز ولا لا، حيتاش حنا غادي نتصلوا بليلابو ان شاء الله وغادي نسولوهم. خليكم معنا، راه درت لكم اونكيت زوينه الاخوان. الشرط الثاني الاخوان هو انهم ضروري يدوزوا لك باش يعرفوا انك بصحه جيده، يعني غادي يعبروا لك درجات الحراره باش الى لقاو فيك الشكوك انك كونكو فيك لي سامبتوم، يعني الاعراض ديال كوفيد 19، يقدروا يقولوا لك ما غاديش تسافر. والشرط الثالث هو انك خاصك تريزيرفي التذكره ديالك قبل ما توصل الميناء، يعني ما يمكنش لك تشري التذاكر ديالك بلاص في الميناء او عند الوكالات المختصه. والشرط الرابع هو قالوا لكم كوا ضروري تكاردي الكمامه ديالك كساسوا في الباطو ولا في الطياره، وهذه الشيء جربي العمل دو توت فاسون، من الاحسن تكارديوه سواء كان القانون ضروري او لا ماشي ضروري، من الاحسن واحد يدير الوقايه لراسو. دابا الاخوان غادي نتصلوا باللابوغاتوار باش نشوفوا لي تيست ديال بي سي ار واش كاينين لي دات باش ندوزوهم ولا لا. خليكم معنا باش تستافدوا. بيان سور غادي نهضر معاهم بالفرونسي ومن بعد غنحاول ندير لكم ان ريزومي رابيدمون. هادشي اللي جاوبو ليا بيان سور. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle parce que j'ai deux petites questions à vous poser si c'est possible. Oui, alors la première question c'est est-ce qu'il y a moyen d'avoir des rendez-vous pour le test PCR rapidement? Rapidement, oui, presque pour cet après-midi, je pense. D'accord, ça c'est la première question. La deuxième question, en fait, je viens de lire un article qui dit comme quoi pour voyager au Maroc dès l'ouverture des frontières, on sera obligé d'avoir une attestation comme quoi on a effectué le test Covid-19 et comme quoi on est négatif. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Alors, je n'ai pas vraiment d'informations. Moi, personnellement, je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous appellent pour réaliser le test pour voyager. Après, je ne connais pas les destinations. Mmh. Mais par contre, dans tous les cas, il faut que ce soit un test récent. Donc, si vous faites le test aujourd'hui et que vous voyagez dans même 5-6 jours, ça risque de ne pas être valable. Faut 48 heures normalement le test. D'accord, ok, parfait. Bah parfait, bah merci beaucoup, je vais pas vous déranger plus. C'est super utile. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Voilà les chouans, donc qui m'a katchoufou, attendez l'information li andoum, les informations li andoum, huma annahu, ma kayn lach tjerri 12 tests dialk في السيمانه قبل ما تسافر، يعني ضروري انك تدوزو 48 ساعه قبل ما تسافر. اما التيست قال لي كاين بزاف ديال الناس كيجيو يدوزوه. وحاجه اخرى اللي خاصكم تعقلوا عليها في هذا السوجي هذا هو انه ما كاينلاش تسرعوا تمشيو، حيت كاينين لي رونديفو، عطا الله لي رونديفو. شفتو قالوا لي لابخي ميدي ولا غدا عندهم دي رونديفو لابخي ميدي ولا غدا الا بغيت ندوز التيست. يعني اذا عندي مثلا لو فول غدا ولا بعد غدا، ما نتسرعش نمشي اليوم ولا غدا، ما كاينلاش نمشي سيمانه قبل، حيتاش اصلا ما غاديش يتحسب لكم كوم كوا ان تيست
فالابل. علاش نمشي نقلب ولا نقل من عند شي واحد لي زانفورماسيون؟ ما كاينش نوصل لكم شي معلومه اللي ماشي هي هذيك. دابا عيطت لومباساد وعيطت لابوغاتوار ديال لي زاناليز كوفيد 19 وجبت لكم التفاصيل، يعني لي تيست ديال كوفيد 19 الاخوان ممكن ديروهم وقت ما بغيتوا. الا عندكم لو فول غدا، الا جاب الله حلوا الحدود غدا، اليوم غادي تمشيو دوزوا لو تيست ديالكم وتدوه معكم. هذا المهم الخوت، الا جاب الله داروا دوك الشروط بيان سور غادي يكونوا صارمه وتدابير ديالهم غادي تكونوا صارمه. دونك ردوا بالكم، ما تجرؤوش انكم ديروا نابورت كو، وما تنساوش بيان سور الاحتياطات ديالكم. ضروري تبقاو تغسلوا يديكم الا كنتم مسافرين ولا لا، ضروري تبقاو تغسلوا يديكم. وبالنسبه للعيالات في السفر تا يكون عزيز عليهم الماكياج وداكشي، نصيحه ايفيتيو تقيسوا وجهكم الا ما غسلتوش يديكم، سينو غادي ديروا حياتكم في لو ريسك. ونقطه الثالثه، ما تنساوش لا ديزانفيكتيزاسيون ديال اي بلاصه جلستوا فيها، حاولوا ديروا ليها ان برودوي باش تنقيوها. ورابع نقطه، ما كاين لا كونتاكت لا والو، سلام سلم على بنادم من اتساه، ما تسلمش عليه بيديك، سينو راه الفيروس راه مازال تيدور على الاخوان. والنقطه السادسه يا الاخوان، الا كنتم مضطرين انكم تسافروا باش تشوفوا عائلاتكم، ما تبقاوش تسافروا في داخل البلد، يعني تدوز يومين في اكادير ويومين في كازا يومين في مراكش، حيتاش الفيروس مازال كيتسركل. في تري اتونسيون الاخوان. والنقطه الاخيره هي تهلاو ليا فريوسكم بزاف، تمشاو كلوا مزيان، ديروا شويه ديال السبور، ما تبقاوش غير ناعسين. وإلا كانوا فيكم الاعراض ما تنساوش تمشيو دوزوا الاعراض، راه باينين الخوت، هما لا فيفغ لا تو لي سوفلومون ديفيكولتي ريسبيراتوار، السخانه، الكحه، الا كنتو صعيب عليكم تنفسوا، وإلا كنتو اسوفلي. ردوا بالكم الاخوان ريوسكم، وهالنمره الا كنتو فيكم هاد الاعراض هادو، الا كنتو فرنسا هالنمره اللي خاصكم تعيطوا ليها، اتصلوا بها وشدوا رونديفو دوزوا. كان معكم رشيد ويب الاخوان، تهلاو ليا فريوسكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ليا ان بيتي لايك ان بيتي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وسمحوا لي طولت عليكم بزاف بزاف هذا الفيديو، ولكن راكم عارفين الا بغيتي لافورماسيون ضروري تسنى حتى الاخر. تهلاو فريوسكم. Bye.